عمر سميرة من الفردوس المرحلة الأولى. بون سميرة، أنت دو روتور تلتقي معك في ماروكاج، شو الإحساس ديالك؟ وغدا كيف معك غيكونوا معك سناير واش غنعاودوا نشوفوا الفيديو ديالكم غدا ان شاء الله غادي نتلاقاو في حفله جميله بزاف، وعندي واحد الاحساس بالسعاده غامره ما نقدرش نوصف لك السعاده ديالي، لان شحال هادي باغي في المغرب، وبالخصوص مدينه الرباط. بالنسبه لي مدينتي طفولتي وحياتي كلها دوزتها في الرباط. هاد المدينه الرائعه اللي يوم بعد يوم ولات اجمل ولات احلى اروع. كل مره كنجي لبلادي كنحس هناك تغيير واضح في الشوارع، في كم الخضره اللي موجود، كم الانفراستركتور اللي موجوده في البلاد. حقا شيء بالنسبه لي رائع، كنشوف المدينه ديالي بهذا الشكل جميل. كيما قلت لك هو احساس بالسعاده الغامره يعني. بالنسبة للفناير بالفعل أنا عندي تعاملت معهم في أكثر من عمل، يمكن ثلاثة ديال الأعمال، وكان عمل ديو جديد أنا غنديرو مع محسن تيزاف غادي ينزل قريبا، مازال ما حددناش، غادي نصورو إن شاء الله قريب يمكن في مراكش. دونك ولكن ما غاديش نغنيو اليوم غدا جميع، غادي نكونو كل واحد تغني بوحدو، ويمكن نديرو شي مفاجأة أنا مازال ما شفتهمش لحد الآن، ولكن حتى عاد جينا دونك يمكن نديرو نفكرو شي لقاء سريع. السلام عليكم. السلام. سميرة، زينب إدريس من موقع دوسة بلادك. كما كنعرفو سميرة سعيد دائما كتشجع المنتخب المغربي ودائما كدير أعمال لمساندة المنتخب المغربي. كما كنعرفو دابا المشاركة ديال المنتخب في كأس العالم في قطر، واش غادي نشوفوا شي عمل اللي باش تشجع به سميره الاسود المغربيه؟ علاش لا، ما فكرتش فيها، ولكن ديجا عندي ديال المغاربه ليتس جو مراكو، كنت درتها في الكاس افريقيا، وعندي ان شاء الله غادي نغني غدا باش يكون عندنا كذلك انا والمغاربه اللي موجودين والرباطيين اللي موجودين غدا معنا كلهم يغنيوا على المغاربه، لان كنا عندنا امل ان شاء الله ان المغرب يعني يمشي بعيد ان شاء الله هذه المره. هذه فرقه جميله متكامله، وحنا مورا الفريق ديالنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غادي نكون انا في قطر نشجعهم ميسي ان شاء الله. السلام عليكم. السنة التوجيه عندنا 2021 كنعرفوا انه غيجمعك عمل بعمل ديو بشيرين عبد الوهاب، بغينا تفاصيل هذا الديو في نص الحاليه، وبغينا نعرفوا واش كتسنديها في المحنه ديالك كتعيشها حاليا. شيرين عندي عطف خاص عليها الحقيقه، بنت طيبه وقلبها جميل، ودائما مني كانت صغيره وهي دائما كانت متابعه المسيره ديالي، ويمكن حافظه الاغاني ديالي اكثر من انا حافظاهم، من كثر ما هي تربات على ورده وعليا وعلى بزاف ديال المطربين. فمن بعد ما صبحات موجوده بشكل كبير، فصبحنا كنعاملها بحال اختي الصغيره، بنت كتستاهل نحنا ندعموها ونوقفوا حداها وجنبها، وكل ما تمروا بازمات واشياء في حياتنا، وان شاء الله هي في مكان احسن الان، وان شاء الله بالنسبه للديو تكلمنا بشكل عابر ما درناش عليه، ولكن ممكن كل شيء جالس. أنا لا سميرة معك خديجة كرة على الموقع. فينك خديجة؟ آخر جملة ديالك كان سالف مازابو كوغنيتيك ديو مع رضوان الأسمر. أييه. هذه الأغنية رضوان يقول بأنها مازال في المطبخ أعيدها، يعني رجعتها للصياغة ديالها. فواش هي غتنزل في الأشهر القريبة؟ غادي تنزل ولا في الأشهر القديمة؟ القديمة إن شاء الله، القريبة غادي تنزل إن شاء الله. إن شاء الله. سي بي سي برنامج 3D
السديره مرحبا بك وفرحانين بزاف انك معنا في المغرب وضيفه عزيزه علينا كاملين، عزيزه عليا انا وعزيزه على القناه اللي كنشتغل فيها. عندي جوج اسئله. السؤال الاول هو انت واش غنسمعوا اغاني قديمه للسديره سعيد ولا غنسمعوا غير اغاني جديده؟ وثاني سؤال بخصوص الالبوم، في وصل الالبوم شنو الجديد فيه شنو كاين؟ شكرا لكم. الحفله ديال العطله تكون مزيج بين القديم والجديد، كاين اللي هو الاغاني الاخيره اللي درتها مؤخرا وبالاضافه للاغاني القديمه دائما، لان هذه الاغاني اللي هي جزء من التاريخ ديالي ومهم جدا ان الناس تكون ترجع تتفاعل معها من جديد. وبالنسبه للجال المغرب دائما عنده نوستالجيا للقديم بما فعل هذا التشويه القديم، وكذلك بغيت نقول واحد صافي نقول واحد لابارونتيز، بغيت نشكر الناس المقيمين على هذا المهرجان. هذا بداية أول هو هذا المهرجان تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة، وهذا تيبين بأنه دائما عنده واحد عطف كبير على المثقفين وعنده اهتمام كبير بالمثقفين والثقافة وبالفن في المغرب. ف يعني من قبل كان عندنا موازين والآن أصبح عندنا هذا المهرجان هذا اللي يمكن إن شاء الله يكون عنده واحد مستقبل كبير، ويمكن يعودنا على الأقل الفراغ اللي تركوا موازين. تنشكر السي مديم سعيد لأنه حقا عنده كم من النشاط ومن الاجتهاد ومن حب الوطن ومن حب الثقافة المغربية، وأنها تكون دائما متحركة متجددة. وكنت من التوفيق كذلك معايا السي محمد اليعقوبي، كذلك هو مهتم بالفنون هنا في وزارة الثقافة وعنده واحد المسؤولية كبيرة. كذلك أنا تعرفت هذه الزيارة ديالي على السي يوسف بريغل، والحق هو أول ما اتصل بيا وقال لي بأنه كان في المهرجان هذا، وأنا كنشكره من قلبي وكنشكر كل المسؤولين المنظمين ديال هذا الاحتفال هذا. وأنا بالنسبة لي فخر كبير أنني نكون موجودة ونحس بأن بلادي كيجيو لها فنانين من جميع أنحاء العالم، ويعتبروا بأن هذه البلاد هذه هي مكان للإبداع ومكان للثقافة، ويجيوا ويتواصلوا مع الجمهور المغربي. بالنسبة لي هذا كان احتز بهذا أن يكون مغربية وأن يكون في بلادي هذه التفاعلية أو الفعاليات أو فعاليات. دونك هذا هو بارونتيز اللي كنت بغيت نقول، وكنا في الحقيقة كنت بغيت نقول في الأول، ولكن بون لا بغيتو نكملو دابا. مرحبا بالجميع، كلنا مرحبا بالسعادة وجمعة. بعد مشكلة ديال الميكروفونات ما تخليوش نشوف. قرب الميكرو شويه. لا منصات بهذا الشكل هذا. مسألة أخرى سميرة، أنت عندك واحد المسار فني طويل جدا، فاليوم يعني 2022 كيفاش الإحساس ديالك وأنت كتشوف في المغرب والعاصمة الثقافية الإفريقية المغرب اللي كيسقط يعني أكبر نجوم في العالم، ولو يعني هذا التغيير الجذري فشنو هو التغيير ديالك؟ هو دول تكلمت عليهم شويه، قلت بانني الاحساس ديالي هو الاعتزاز والفخر، الاعتزاز والفخر انني مغربيه وان هذه التظاهرات تكون في بلادي. وهذه المره هذه على وجه الخصوص مدينتي الرباط، لان هذا بالنسبه لي ديال الحومه ديالي، هذا هو الحي اللي انا تربيت فيه وهذا هو الحي اللي انا كبرت فيه، والطفوله ديالي كلها دوزت في هذا الحي هذا. كذلك ان يكون هذه التظاهره الكبيره موجوده في هذا المكان هذا بالنسبه لي عنده واحد الواقع خاص كبير بالنسبة لي. أستاذ أميرة حفظك الله ورعاك، يحيى مالي من واحد الجهة عزيزة عليك اللي هي جهة الشرق، وهنيتي في فيستيفال لانترناسيونال دو راي. سؤالي الارتباط بالراي يعني في الإبداع ديالك، يعني كرسالة تؤدى في مهرجان اللي هو مهرجان الثقافة الإفريقية،
هو رسالة اختارها المغرب أنه يربط بجذوره في هذا الوقت الحالي اللي هو وقت مهم، وخصوصا حضور بحال المنظمة منظمة الأمم المتحدة الإفريقية اللي من خلالها تربط لها بالدول الصديقة والشقيقة التي تعزز مكانة المغرب في الكونتينون ديال. أنت اشتغلتي دائما على الرأي مثلا من باب الديوهات مع الفنانين اللي عندهم وقع في القلوب ديال المغاربة ولا المغاربيين، وشكل هذاك العمل ديالك ارتباط ونوع من تلويب الخلافات وتلويب. هل هناك أعمال ستقدم هذه الليلة اللي غادي تقدمي فيها العمل ديالك فيها حنين للعمل ديال الراي، أم غادي تمشي بغير لو ستيل اللي معروف عليه سميعة؟ بالنسبة لشكل الراي، أنا في مسيرتي الفنية كان عندي واحد حد كبير في الريبرتوار ديالي، بحيث أنا عملت كيف ذكرتي بشكل رمزي الفيديو ديالي مع شاب مامي. شاب مامي ربطتني بها أغنية من أشهر ومن أحلى الأغاني اللي إحنا درنا جميع، نجحت نجاح ماشي على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم الغربي، ما نقوله على صعيد أوروبا. الراي بالنسبة لي هو جزء من مخزوني الفني كذلك، يعني أنا تربيت على 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 مجموعة من الأغاني ديال سواء كان في المغرب هنا في شرق المغرب أو في الجزائر، أو بحيث إحنا هذا كان جزء من ثقافتنا كنا كمغاربة. وهذا المخزون اللي كان عندي هو بان من خلال بعض الأغاني ديالي، سواء كان يوم ورا يوم أو على البال أو الأغاني المغربية اللي درتها من بعد. عملت أغاني مغربية كثيرة فيها الشكل وفيها الطعم وفيها الثقافة المغربية أو المغاربية كنا نقول. دونك بالنسبة لغدا إن شاء الله غادي يكون بعض الأغاني ديالي إن شاء الله يكون فيها طعم الراي، وبعض أغاني مغربية بشكل عام إن شاء الله. ودائما تنشوف بأن الفن هو دائما كيدوم بالخلافات كلها، دائما تكون خلافات على مستوى سياسات، على مستوى أي نوع من الخلافات كانت، لكن دائما الفن هو كيدوم هذه الخلافات. ويا رب إن شاء الله يكون الفن هو السبب في يوم الأيام أننا كنا كمغاربة كمغرب عربي ترجع العلاقات كما كانت. وأنا فنعتقد أنه الفن كفيل أنه يرجع علاقتنا مع جميع الشعب، مع الشعب الجزائري بالذات، يعني هو كلنا كان عندنا واحد العاطف كبير على الشعب، وعندنا واحد جذور مرتبطة وواحد ترابط دائم بينه وبين الشعب الجزائري. وكيف قلنا الفن هو أحسن وسيلة للترابط. السلام عليكم، بابو أحمد العسلامة طالعة 22. شنو في الايام الاخيره زواج سعد الجرد، شنو الرساله ديال ما تشوفوا شي فيديو مع سعد الجرد حاليا في السوشيال؟ سعد اولا شخص على مستوى الشخصية عزيز عليا بزاف، انا كنبغيه، عندي واحد المحبه خالصه لسعد، ومن هنا لهذا المنبر هذا تنقول له بارك مسعود ونكمل عليه بخير ان شاء الله. مع الاسف ان شاء الله نقدر ما عملناش ديو من قبل، ولكن ان شاء الله يمكن، علاش لا؟ دائما طالما انا موجوده في الفن مازال ما مشيتش، غادي يكون دائما هناك فرص، علاش لا نتقابلوا في عمل فن. سؤالي الجمهور اللي ما يتوحش انهم يشوفوا في الانتاج ولا عمل فني بالدارجه المغربيه، نسمعوا صوت سميره سعيد
في الدارجه المغربيه واش كاين شي انتاج جديد غادي يكون بالدارجه المغربيه. السؤال الثاني هو في الحفله الماضيه شفنا مجموعه من الفنانين اللي تشاركوا يعني واحد الفتره من العرض ديالهم مع فنان اخر. واش سميره سعيده اللي غادي تشارك في الستيج عفوا ديالها مع واحد الفنان ولا شاب واحد اخر؟ وشكرا. بالنسبه للاغنيه المغربيه عملت اغنيه مغربيه من 6 شهور تقريبا مع فرقه من تطوان يلا روح اللي كانت باللهجه المغربيه وان شاء الله غادي نغنيها كذلك غدا. لحد الان لا ما تنتظرش بان غدا غادي يكون عندي شي لقاء مع مع اي مطرب اخر، لكن هذا يمكن مشروع يمكن نعملوه في المستقبل ان شاء الله. الحي ديال الرباط كامل كيتسناو الزياره ديالكم الحقيقه، كيتسناو زيارتك بحال ما عرفتي ما عرفتي انا دابا نوصل لك الميساج هو الاخوان اللي كانوا في كاس افريقيا في مصر وعرضت علينا واحد العرض كنشكرك من هذا النظره. شكرا. السؤال هو والله إلا بشحال هادي وأنا كنفكر باش نرجع نستقر هنا في المغرب، ولكن ولدي كان عنده الدراسة ديالو تمايا دونك صار الحمد لله الدراسة ديالو، ولكن باش عادي تقريبا أنا من 1990 انتظار لي معظمكم كنتكم مازال ما تولدتيوش، من 1990 وأنا جالسة في القاهرة دونك الجذور تقالت بزاف فهمتي، دونك أنا لابد الرجوع إلى الأصل لابد. دائما كنكون مع يعني مع في المدينه ديالي كنحس بواحد السعاده غامره، واحد الاحساس بالعائله والدفء وكنحس باحساس اخر هو الاحساس العائله والمدينه والطفوله، دائما عندي واحد الاحساس مختلف. علاش لا مازال حد الان ما خديتش القرار النهائي لانه كان بزاف ديال كيف قلت لك واحد الجذور شويه كبيرة موجودة في القاهرة عندي، ولكن إن شاء الله أكيد واحد مع السن تبغى يرجع تاني لجذوره تبغى يرجع تاني للمكان ديال دفء العائلة، ولو أنه عندي ناس في القاهرة الحقيقة احتضنوني كأنني جزء منهم باش نكون واضحة في هذه النقطة هذه، أن القاهرة عندي ناس يحبوني كما يحبونني في عائلتي أو أصدقائي. ناس كانوا مخلصين كانوا في ظهري دائما سند كبير ليا، والمغرب هو المغرب الحق هو احساس دائما مختلف، هو دائما احساس كما قلت بالضيف وبالحب وبال طال الزمن او قصر دائما رجوع للاصل طبعا.
كنت وقفي باش شكرا. انا اميره الغباشي من جريده برلمان توداي. السؤال ديالي هو بما ان الرباط حاليا تحصل هي العاصمه الثقافيه للقاره الافريقيه، واش الفنانة ديالنا سميرة سعيد ما كتفكرش دير شي اغنيه ديو مع شي فنان من افريقيا جنوب الصحراء؟ دابا خصكم توصلوا لي عن شي هدف باش ندير معاه الفيديو. خاصني شي ويسع هذا دابا انا غادي نشوف سي انتم دابا اللي عندكم هذا نجيبوا شي ويسع حتى نشوفوا معاه شي حد. لا بلا بلا بالعكس بكل شرف وبكل بالعكس غيكون بالنسبه لي اضافه للحياه الفنيه اذا عمل شي فيديو مع بعض. وانا اللي غدا ان شاء الله غادي يكون معايا كايتا دونك من اهم المطربين الموجودين في افريقيا، وشرف كبير انه يكون موجود معاه لانه هو فنان كبير وعطى شيء كثير للاغنيه الافريقيه. بالعكس بالنسبه لي يكون اضافه كبيره. سؤال مالي تيشرت الصف الثالث. مساء الخير، انا من الجمهور ديال مدينه سميره. واش ممكن نطرح شي سؤال؟ حطيتي الامام امام الواقع. قبلنا ومن فان. مرحبا بك، تفضل. مساء الخير، احنا سعيدين انك موجود معنا مره اخرى في المجلس. عندي جوج ديال الاسئله. سؤال واحد قلنا لك راه تفضل. شنو هو السر ملي كيتكلموا اهل الفن على سميره سعيد بصفه عامه سواء من كل الاجيال؟ ملي كيتذكر اسم سميرة سعيد كيتكلموا عليه بكل احترام بكل تقدير وبكل فخر. وشنو هو السر اللي عند مدام سميرة؟ وحنا كتخلينا فخورين انك كتمثل لنا احسن تمثيل في الدول العربية وفي العالم كله. دابا هذا السؤال ديال حد من الفانز، دونك عنده واحد السؤال خاصة بزاف ياك. جزاك الله خير. فوالا دونك فيه بزاف ديال الحب بزاف ديال العواطف بزاف. غادي نقول لك بان انا علاقتي الحمد لله مع الجميع علاقة طيبة، وهذا يمكن إلا كان عندي شي حاجة أنا كنفتخر فيها في حياتي كلها بالإضافة للأعضاء الفني أيا كان والاختلافات اللي موجودة ويمكن يكون ناس مع وناس ضد ناس كل فنان عنده ناس اللي كيحبوه وناس اللي ممكن ما يحبوش بزاف. لكن انا بالنسبه لي الاهم حاجه في حياتي انه انا مشيت عليها لمده تقريبا 50 سنه من عمري انني علاقتي مع الجميع علاقه طيبه، علاقه احترام، علاقه تقدير. دائما حياتي الشخصيه حاولت على قدر الامكان انها تكون هي خاصه بيا، ماهياش مزاد للكل انه يكون يتدخل فيها على قدر الامكان. علاقتي كيف قلت لك مع كل الناس سواء كان في المغرب او في خارج المغرب او في القاهره او في اي دوله عربيه او زملائي وزميلاتي كلهم الحمد لله علاقات كلها طيبه، فيها احترام، فيها موده. وهذه الحاجه الوحيده اللي غادي ناخذها معايا النهار اللي غادي نمشي، غادي نقول الحمد لله بانني خليت كم من الحب وكم من المحبه وكم من الموده بيني وبين الناس، وهذه اكثر حاجه انا كتساعدني في حياتي. شكرا جزيلا سميرة. نزيدو شي سؤال اخر. وقصر السلام عليكم، معكم يونس معلم من جديده. مرحبا بسميرة، مرحبا بسعيد. السؤال اللي عندي هو انه اليوم تبارك الله يعني سميرة سعيد اسم كبير في المجال الفني لا في المغرب ولا في العالم. نعم في المجال سميرة سعيد اسم كبير في المجال الفني يعني لا في المغرب لا في مصر لا في العالم العربي. هذا كنكتشف مؤخرا انه كانت واحد الموجه ديال مجموعه من الفنانين اللي تظاهروا انهم يمشوا لمصر، ولكن يعني ما كانت التجارب ديالهم تجارب شويه فاشله، نقدروا نقولوا انهم ما مشوش. اليوم بحكم انك يعني كتعتبر من الاسماء الكبيره في مصر، شنو هو سر النجاح ديال الفنانين المغاربه انهم يتالقوا خاصه في الوسط الفني المصري؟ وكنعرفوا انه كاينه واحد المنافسه كبيره خاصه بالنسبه للمغاربه اللي عندهم هذا الميول. هذا المساله ما هيش تخص المطربين او مطربات مغاربه، هو الان اصبح الحياه كلها مفتوحه.
بحيث اي مطرب او اي فنان الا ما عندوش قدر من الاختلاف في حياته الفنيه الحاليه ما غاديش يمكن ينجح، لان غادي احنا درنا بزاف ديال الحوايج. كلثوم دارت مدرسه، عبد الوهاب دارت مدرسه، عبد الحليم، ورده، فايزه احمد، هاد الناس هادو كلهم، فيروز طبعا مع حفظ الالقاب طبعا، يعني مجموعه كبيره من الالقاب من الاسماء الكبيره تواجدوا وعملوا داك المدرسه. الان جات اجيال من بعد، جيت انا، جات مياده عزيزه جلال في وقت من الاوقات، كانت عاوتاني مدرسه اخرى واشكال اخرى. الان بالنسبه للشباب كاين بعض الشباب اللي هما نشحوا من خلال اختلافهم، من خلال تميزهم، بحيث الان ما يمكنش الواحد ينجح هو دائما تقلد اي مدرسه من المدارس، ما غاديش يكون عنده مهما كانت الموهبه ديالو كبيره. يمكن بعض الاصوات هي اصوات خارقه، اصوات جميله، وبعض الفنانين تقول كيفاش هذه الموهبه الكبيره ما نجحتش، ولكن المساله ما هيش موهبه فقط، الموهبه هو المشكله في الاختلاف في التميز. الان اصبح المساله اصعب، لان الفضاء اصبح واسع، وإذا ما كنتش مختلف ولا ما كنتش متميز من خلال عمل ديالك، أي عمل كان، سواء كان على مستوى الطرب، على مستوى السينما، على مستوى المسرح، على مستوى الرسم، على أي مستوى من مستويات الفن، على أي مجال من المجالات الفنية، هو الاختلاف. لأنك كم كبير من الاختيارات عند الناس، والناس غادي تختار طبعا جديد، عنده موهبة، عنده تميز، عنده شكل، عنده هذا هو اللي غادي يمكنهم ينجح، سواء كان في مصر او في المغرب او في اي مكان كامل. شكرا جزيلا سميرة. شكرا جزيلا لحضرتك الكريم، ولا فرصه قليله بحول الله. شكرا.